فتحت المحاضرة. ايه يا فتحت؟ ايه دكتور فتحت. الاربو فيروسز، تكلمنا المحاضرة الاولى اليوم على الرابدو فيروسز اللي هو الريبيز، وتكلمنا على محاضرة موضوع الكورونا يعني بطريقة مختصرة، واضح؟ بعد ما بعثوا لكم اياه يعني، بس بعثوا لكم الرابدو فيروس، بس اظل بس اكمل اضيف الفاكسينات وانواعها بطريقه مختصر تقريبا سلايد على الكورونا فيروس، وهذا هم يعني راح اشرحه، بس ما بعث لكم اياه السحم، راح شويه اضيف منه حتى على السريع شويه نخفف، هي 30 سلايد يجوز نعملها 25 سلايد او 27 سلايد. الاربو فيروسز اللي هي Arthropod borne viruses، واضح؟ دقيقة ده عمل وصامت، الموبايل سيجيني من الكلية إشعار. هسا صوت واضح؟ إيه واضح الصوت. يعني ما ودي يلا ما سمعي. الأربو viruses اللي هو Arthropod borne viruses، يعني الفيروسات التي تنتقل عن طريق الأرثروبود اللي هي مثلا الموسكيتو، مثلا عندنا التكس، مثلا الساند فلايز، هاي ممكن تنقل لنا بعض الامراض الخطره الفيروسيه الى الهيومن. In the natural environment, the virus is maintained in a cycle that involves vertebrate host and the vector. يعني موجود عندي الفيكتور هذا الناقل، وموجود الهيومن، فهذه تنقل لنا الاصابه، واضح؟ فسرح ناخذ بعض الامثله على these viruses multiply inside the vector host as well as the vector. فتتكاثر ممكن في الهيومن، وتتكاثر ممكن في الفيكتور، وتذهب الى الغدد اللعابيه حتى تنحقن. اثناء حقن الدم او اثناء اخذ تغذيه الفيكتور على الهيومن ممكن ينقل لنا الاصابه من الشخص المصاب الى الغير، يعني من المصاب الى الغير مصاب، وكذلك هي لو كانت غير مصابه تاخذ دم شخص مصاب تصاب هي البعوضه نفسها أو الموسكيتو وتنقله إلى الشخص غير المصاب. The vector transmits the disease to human and other animals through the bite. واضح؟ The human are not the natural reservoir for the virus. There are hundreds of arboviruses, many of which are not pathogen to human. كثير أكو ما pathogen، ولكن عندنا بعض منا pathogen. Arbovirus are envelope، مثل ما ذكرنا الـ envelope viruses، اللي هي دائما انفلوب يعني sensitive يعني حساس يعني easy to die يعني unable to survive outside the host for long period with single stranded RNA negative sense. واضح؟ عرفنا معنى النيجاتيف ما طلاب؟ negative sense معي طلاب؟ زهراء، محمد، حازم، رضوان. نعم دكتور معاك. رضوان تعرف شنو نيجاتيف سينس سنجل ستراندد؟ لو ما قريته لو ما تعرفه دكتور يعني ما تطيق تشتغل ام ار ان اي قبل يقعد تتحور بعدين، يعني هم صحيح. المهم اوكي، there are three virus families: توغا فيريدي والفلافي فيريدي والبونيا فيريدي. واضح؟ ثلاث عوائل من ضمن يعني ثلاث عوائل تندرج تحت الاربو فيروس. الفاميليز التوغو فيروسز مثلا اي 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 دبليو اي 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 انسفلايتس، جابانيز انسفلايتس فيروس، فنزويلا انسفلايتس فيروس، ويست موجوده هي ويست نايل، ويست نايل فيروس يعني موجوده بالصوره، الاسترن ايكوين انسفلايتس فيروس، جابانيز انسفلايتس جي اي. واضح؟ البونيا فيروس، ساند فلاي فيفر، ريفت فالي فيفر، كاميرون كونغو هيموراجيك فيفر. واضح دكتور السلايد واقف؟ يعني حولته. الفلافي فيروس مثلا عندنا اليولو فيفر اللي هي الدنجي فيفر، جابانيز انسفلايتس، هذول كلهم ينتقلون عن طريق البايت باي الموسكيتو. حقيقة هي موسكيتو متخصصة لنقل اليلو فيفر، متخصصة لنقل الدنجي فيفر، متخصصة لنقل الجابانيز انسفلايتس فيفر او جابانيز انسفلايتس فيروس. واضح؟ اللي هو زونوتيك بين الايكواين
بين الهيو بين الهورسز والهيومن. فيعني الديستريبيوشن ماله او توزيع الرقعه الجغرافيه مال الفيروس مثلا هاي المختصرات مال الاسترن ايكوين انسيفالايتس جابانيز انسيفالايتس. جابانيز انسيفالايتس يعني هو عاده والاسترن ايكوين بالفصله الخيليه. اوكي هسه بعد واحد يهم يسالك الدكتور والله انت هم يعني هم ايش يسمونه هم رجعت ذكرت ان الانيمال وهم رجعت ذكرت ان الايكوين او موسكيتو او حقيقة يعني معظم أمراضنا الطفيلية الفيروسية يعني هي عبارة عن زونوتيك ديزيز مثل ما ذكرنا. هاي زونوتيك ديزيز هي المسؤولة عن الـ عن الـ transmission of disease to human. واضح؟ فـ EEE JE لاكروسي انسيفالايتس نحن عندنا أكثر شيء التيك WEE Western Equine Encephalitis West Nile Encephalitis Venezuela Equine Encephalitis. يعني تقريبا معظمهم هم ذول اللي تكلمنا عليهم هنا بالمثال السابق اللي هي من ضمن عائلة التوغا viruses هي بالإكوين فاميلي. الإكوين تشمل الهورسز تشمل الميولز البغال والدونكيز الحمير. واضح؟ فكلهم هذولا ممكن انت لو موجودة هاي البعوضة ممكن تنقل لنا الإصابة من واضح تنشر لنا الإصابة. Transmission cycle. The human are infected through the bite of infected vector or when they come into contact with infected host. Vector عندنا الموسكيتو, the ticks, sandfly, the vector host, the mammals and birds. مان أرثروبود مان. فالمان هو يعتبر يعني خلينا نقول حلقة الوصل. فعندنا أرثروبود موجود الهيومان الأرثروبود اللي هي الناقل أو الموسكيتو مثلا فور إكزامبل عندنا الدينجي أوربان فيفر يلو فيفر ريزرفوار ميبي أيذر مان أو أرثروبود فيكتر. إن ذا ليتر ترانس أوفيرين ترانسميشن ماي تيك بليس يعني ممكن حتى إلى البروجيني تنقل البعوضة أو الفيكتر ينقلها عن طريق trans ovarian to the next progeny. واضح؟ مثلا Japanese encephalitis, equine encephalitis والفنزويلا أو West Nile equine encephalitis, jungle yellow fever, the reservoir is in an animal, a virus maintained in an angular transmission cycle involving the arthropod vector and animal man become infected incidentally. حقيقة موجودة تنشرنا موجودة الموسكيتو أكيد راح تصير عندنا الإصابة خاصة الناس اللي يعيشون بالغابات أو المناطق اللي هي مشجرة أو المناطق اللي هي تعيش فيها كثافة الموسكيتو. Both cycle may be seen in some يعني arboviruses such as yellow fever. مثلا الموسكيتو راح تنقل لنا الجابانيز انسيفالايتس. ما يعني هذول كلها امراض خطره حقيقه لو انتشرت ممكن تسبب لنا يعني وفيات في الانيمال او بالهيومن. جابانيز انسيفالايتس الدنجي فيفر الدنجي حقيقه هم ينتشر من الهيومن يعني من الموسكيتو على الهيومن راح يصير تخثر بالدم. راح ناخذ الكلينكاسات بعد شويه راح يصير فيفر راح يصير لوس اوف ابيتايت ممكن وفيات ممكن يؤدينا الى اورجان فيلر يلو فيفر سانت لويس انسيفالايتس وبقيه الامراض اللي ذكرنا. التيك ينقل لنا الكاميرون كونغو هيموراجيك فيفر فيريس تيك بورن انسيفالايتس اولسو ساندي فلاي يعني الريفت فالي فيفر هي المهمه اهم من سيليسيان ساندي فلاي فيفر. الانيمال ريزرفوار ممكن اولسو يعني عندنا اللي هي مثلا البيرد يحمل الجابانيز انسيفالايتس والويست نايل والايكوين انسيفالايتس فيروس. البيج ممكن also الجابانيز انسيفالايتس المونكي يلو فيفر والروديانت ممكن الفنزويلا انسيفالايتس ايكوين فنزويلا ايكوين انسيفالايتس والروشن سبرينج سمر انسيفالايتس ممكن هاي كلها. بس سدوا السماعة رجعاً.
الفلافي فيروس اللي هي major syndrome and example of causative flavivirus virus include encephalitis, febrile illness with rash, مثلاً عندي dengue virus اللي راح يسبب لنا من ضمن عائلة الفلافي فيروس الانسيفلايتس مثلاً هذول الجابانيز انسيفلايتس, ويست نايل انسيفلايتس, ويست فيروس انسيفلايتس, إيكوان انسيفلايتس فيروس, الفبريل إلنس أند رش اللي راح يسبب الدينجي فيروس, الهيموروجيك فيفر يعني الدينجي يسبب إنه هيموروجيك فيفر, والكانسيور فورست ديزيز فيروس هذا ما راح نتكلم عليهم بس يعني بس معلومات بسيطة ما عدا الدينجي واليلو فيفر هذا راح نأخذ عليهم كشرح يعني هذا بس مجمعين الهيموروجيك فيفر والهيباتيتس اليلو فيفر فيروس واضح؟ اليلو فيفر فيروس أو اليلو فيفر is a viral infection transmitted by mosquito. المسبب ماله عن طريق البايت من الموسكيتو هاي الموسكيتو حامل للفيروس الديزيز سب سهارا افريكا والساوث افريكا افيلابل يلو فيفر اوكر ان تو ميجر فورم الاوربان نسمينه والجنجل يلو فيفر حقيقة يعني عددها في المناطق اللي هي استوائية ما حدا ينبهني على السلايدات معاي انتم لو معاك دكتور وضشت من المحاضرات اليوم 3 محاضرات ساوة فقط كنت أقرأهم عندنا الجنج حقيقة يعني الدول هذول الأفريقية أو الجنوب شرق آسيا اللي ينتشر عندهم اليلو فيفر والدنجي عادة عندهم يعني المنطقة مقسمة إلى قسمين المنطقة الحضرية والمنطقة الجنجل الجنجل أو الغابة أو الفورست يسميها فيعني شوية كل واحدة بيها نوعياتها مال خلينا نقول مال البعوض أو يعني متشابهة من بعضها شوية هذا يختلف عن هذا. الجنجل يلو فيفر is the natural reservoir for the disease in a cycle involving non-human primate and forest mosquito. يعني مثلاً بالجنجل عندي حيوانات بالجنجل ممكن هي الموسكيتو راح تتعامل مع الأنيمال هذولا وتنشر لهم الإصابة وتنتقل وتصير عندنا الإصابات مثلاً في non-human. واضح؟ المان may become incidentally infected on venturing into jungle area. مثلا تواجده أو السياحة داخل الجنجل ممكن يصاب. The urban form is transmitted between human by Aedes aegypti, أو Egyptian mosquito. واضح؟ مال اليلو. الاستيجات مالتها بس دقيقة. الاستيجات عندنا 4 استيجات اللي هي أو 3 استيجات حقيقة الـ early stage والـ period of remission تنعاد وترجع الحالة واضح؟ وعندنا period of intoxication واضح؟ دقيقة اللي هو راح يصير عندنا multi-organ dysfunction due to infection by these types of mosquito early stage جت البعوضة عضت الهيومن راح يصير عندنا تطلع عندنا علامة الهيديك مصل هيك أو مصل بين فيفر لوس اوف ابيتايت فوميتينج جوندس واضح early approximately 3 to 4 days often symptoms go away briefly before remission ممكن تعاد الحالة بعد 3 أو 4 أيام مرة ثانية بعد الركود الفيفر والكلينيكال ساينس ترجع مرة ثانية السيمتومز ترجع تعلى مرة اللخ most people will recover at this stage but other may move on to third most dangerous stage اللي هو multi-organ dysfunction مسببة لليلو فيفر حقيقة هاي المناطق اللي تنتشر بها هذا الديزيز يعني المورتاليتي عندنا مو هذيك القوية ليش لأن معظم السكان يعني عندهم احتياطات خاصة من قضاء البعوض من التعرض للبعوض من الانتيبادي due to previous infection أو for example عندهم هم العيش داخل النت اللي هي نسميها الشباك أو مثل الكلة نحن كنا نسميها سابقاً أو يعني الوقايات الواقيات اللي هي كل واحد ينام داخل الشبكة ماله هاي النيت يعني مثل هذا ما ضد البعوض الستيج الثالث تطور الحالة ممكن ما صار ريكفري من الستيج 2 صار عندنا الستيج 3 اللي هي أورغان فيلر ممكن بليدينج هيموريج ليفر كيدني فيلر برين ديسفانكشن seizure علامات عصبية shock and death. The signs arrhythmia heart dysfunction bleeding coma fever
هاي كلها تكلمنا عليها بالستيج الأول من الديزيز. الدياغنوزي يجولي ماي سيرولوجي. There is no specific antiviral treatment. An effective live attenuated vaccine is available against yellow fever and is used for patients living or traveling an endemic area. يعني المسافرين حقيقة معظمهم يعطوهم الفاكسين إذا راحوا على أول مرة إلى الجنوب شرق آسيا مثلا أو دول أفريقيا، خاصة اللي منتشر بها اليلو فيفر أو الجابانيز إنسيفلايتس أو الدنجي فيفر أو الدنجي فيفر. واضح؟ ليش؟ يعني الموسكيتو هاي موجودة عندهم، إنديميك الموسكيتو، يعني أشقل ما يحاولون يقضون عليها ويقتلوها للماذا. فنحن الحمد لله والشكر هاي الأمور يعني خفيفة وما عندنا يعني مسجل شغلات بسيطة. واضح؟ الجابانيز إنسيفلايتس first discover and originally restricted to Japan. يعني large scale endemic in China also. حقيقة يعني هذول الديزيزات بعد ما حد لعب بيهم أو سوى أن خلينا نقول ميوتيشنات بيهم حتى تصير إصابات قوية. ليش؟ لأن هذا يعتمد على الفيكتر. الفيكتر موجود في هاي المناطق المحددة، بعض الغابات في الصين، بعض الغابات في جنوب شرق آسيا، بعض الغابات بأفريقيا العفو، ما موجود يعني خلينا نقول الموسكيتو مثلا عندنا وبالدول الخليج او بامريكا، يعني ما موجود منتشر بالعالميه كلها الا اذا ما صار نشر لي الفيكتور. ممكن نقول هذا الديزيز شويه انتشر او سبب لنا يعني اوت بريك حتى يعني مثل الكورونا. خلينا نقول فلافي فيروس ترانسميت باي كوليكس موسكيتو. ذا فيروس مينتين ان ذا نيتشر ترانسميشن سايكل انفولفينج موسكيتو بيرد اند بيكس. بما انه عندنا بيرد تنقل لنا الاصابه، ممكن عندنا موسكيتو واكو بيجز وممكن تنتشر لنا الاصابه. There are estimated around 1 billion 3 billion people who live with area surrounded or impacted by Japanese encephalitis virus. The annual incidence of Japanese encephalitis تقريبا 70,000 cases and case fatality rate estimated to be 14,000 الى يعني 20,000 per year due to this virus. Especially اللي هم ما عندهم نايف بلاد، اللي بلاد مالهم نايف، يعني قصدي نايف ما عنده انتيبادي لبريفيوس انفكشن، يعني مثلا عضته بعوضة خفيفة العضة او تحمل كمية من الفيروسات والجسم مقاوم وصار عنده ريكفري، صار عنده انتيبادي. اما انا سايح رحت على هاي الدول صار عندي اصابة مباشرة، معظم الاصابات تصير قوية. Pigs are an important component of the transmission cycle as an amplifying host, as they can develop a higher titer and long-lasting viremia that does not seem to have significant health impact on this animal. واضح؟ معايا طلاب؟ Most human infections are subclinical. واضح؟ The disease is usually diagnosed by serology. No specific therapy available. Since Culex has flight range of 20 كيلومتر، حقيقة أكو كثير محاولات للسيطرة على الديزيز اللي هو عن طريق السيطرة على الفيكتر. إذا سيطرنا على الفيكتر أنقضى على الديزيز، اللي هي عن طريق إما قتل الفيكتر الموسكيتو أو منع الناقل الخط الناقل، أو عن طريق تهجين موسكيتو غير قاتل، يعني يأخذون كمية كبيرة من الموسكيتو يصيدوه بالفجر، لأنه يعني دائما يطلع بالفجر بعد خلينا نقول معصرة الفجر بالثلاثة ونص أربعة يطلع هذا الموسكيتو، يظل ساعتين ثلاثة وبعدين يختبي. أي واحد يطلع هذا الوقت معرض للإصابة، فيقول لك ممنوع تطلع بهذا الوقت. بس ما معناته أنه ما يطلع غير أوقات، لا يطلع غير أوقات، ولكن 80% أو 85% من الـ population من الموسكيتو يطلع بهذا الأوقات عنده. ياخذ يصيدون هذا البعوض، يعملوا له كمين، يصيدوه بعدين يهجنوه، يقتلون الجين المسؤول عن الاصابه او المسؤول عن نقل الفيروس، ويطلقون بالانفايرومنت هذا البعوض، فهذا يتكاثر يطلع، يعني يطلع بعوض غير، خلينا نقول غير قاتل. اوكي، ابغى من بعض منا راح اشيله حقيقه، يعني نخلوه يختصر كثير. نجي على الدنجي فيروس. الدنجي فيفر is a virus infection caused by dengue virus. الفاميلي فلافي فيريسي، عندي فلافي فيريدي او فلافي فيروس الجينس، عندي اربع سيروتايبات مالود. الدنجي فيروس 1، دنجي فيروس 2 و 3 و 4. One of or more virus type is circulation during an epidemic. Envelope virus. واضح؟ Positive sense single stranded RNA.
Dengue is the most or is the biggest arbovirus problem in the world today with over than 2 million cases per year. كل الدول اللي جنوب شرق آسيا موجود بها البعوض مع الدنجي وتنقل لنا الإصابة لماليزيا، اندونيسيا، لاوس، تايلاند، كثير من الدول جنوب شرق آسيا. واضح؟ سنغافورة. دنجي is found in Southeast Asia, Africa and Caribbean and South America. مثل ال 4 serotype 1, 2, 3, 4 transmitted by Aedes mosquito which is raised in water filled container. أشكو أماكن بيها بحيرات مياه راكدة مياه آسنة هي تضع البيوض عليها مياه الأيدس موسكيتو وتفقس البيوض وأنا دا أطلع مثلا أروح على صلاة الفجر أو دا أطلع برا أسقي الحديقة أو يعني أطلع من يعني على شغلي أطلع من الفجر تريد تتغذى الفيميل حتى تضع البيوض تأخذ بلاد من عندي وبعدين تروح على البرك المائية أو على الكونتينرات اللي بيها ما أي مياه متجمعة اتعاض وسبب لنا خلينا نقول الإصابة. Classically dengue present with a high fever, lymphadenopathy, malaysia, bone joint pain, headache. واضح أنا حقيقة هم صبت بهذا المرض يعني مو إصابة قوية يعني ولكن هم صار عندنا fever صار عندنا loss of appetite صار عندنا انطونا سكريات انطونا IV يعني body pain يعني صار عندنا bone pain joint pain كل هاي الأعراض اللي صارت بس أشني تعتمد قلنا لكم على شدة الإصابة وكمية البعوض اللي تعرض له الشخص واضح فاللي حاول ما يطلع بهذه الفترة فترات الصباحية ممكن يتجنب خلينا نقول العظمة للمشكلة معايا طلاب اي دكتور موجودين خوش Severe cases may present with hemorrhagic fever, ممكن shock with a mortality of 5 to 10% dengue hemorrhagic fever. or dengue shock syndrome ممكن يؤدي لنا هذا disease. عادة هو asymptomatic مثل ما ذكرنا ويعني مو عادة هو نوعا ما asymptomatic ولكن إذا صار symptomatic راح ينقسم إلى undifferentiated fever. Without hemorrhagic dengue syndrome, unusual hemorrhagic dengue hemorrhagic fever. هاي ما جدول يمكن نشيله قد ما حاجة لأن بنشرح كثير. Dengue hemorrhagic fever and shock syndrome appear most often in patients previously infected by different serotype of dengue, thus suggesting an immunopathological mechanism. Diagnosis may be made by serology. حقيقة ممكن يؤدينا إلى نسمينه hemorrhagic fever وشوك إذا كانت الإصابة قوية. No antiviral specific therapy is available. Prevention of dengue in endemic area depend on mosquito eradication. يعني مثل ما ذكرنا حاولنا نسيطر على فاكسين متوفر نوعا ما ولكن سعره غالي اللي يطلبه ممكن يحصله من المستشفيات طلب خاص للسواح للزوار للي ساكنين بالمناطق أو القاطنين بالمناطق القروية والريفية اللي هي تكثر بيها المياه المتجمعة لأن هم هاي المناطق يوم أي يوم لا أو كل ثلاثة أو أربعة أيام تمطر واضح فبما تمطر راح يتجمع المياه من تجمع المياه صارت برك فتشوف دائما هذول العمال اللي شايلين الدخانية أو الانسكتسايدر هاي القاتلة مال هذا دائما مع الفجر يبدأون رش البرك والأماكن المتجمعة بالمياه يحاولون يقضون على خلينا نقول الفيكتور هذا هذول الزيكا حقيقة فيروس وال زيكا فيروس ما راح ناخذه ما راح نتكلم عليه فقط الدنجي واليلو فيفر وبعض الشرح اللي تكلمنا عليها العوائل مال التوغا والفلافي والبنية فيروس اوكي يعني موضوع ما صعب راح نشيل منه تقريبا راح نشيل منه تقريبا اربع سلايدات سلايد الجدول والزيكا فيروس هذا ثلاثه اوكي والخارطه مال انتشار الزيكا فيروس اكو سؤال يعني اليوم اخذنا تقريبا ثلاث محاضرات طلاب معي نعم دكتور نعم دكتور خوش
يعني بس اريد تركزون معي ثلاث محاضرات يعني هسه لو نجمع كل واحدة تقريبا على 15 سلايد صار عندنا تقريبا 45 او 40 سلايد. هذول 40 سلايد انت تحاول تلخصهم يعني حقيقه الشغلات الرئيسيه اللي اكدنا عليها يعني مثلا هذا يقتل عن طريق هذا، هذا يشخص عن طريق هذا، هذا سنجل ستراندد، هذا مثلا اذا اجيب لك بالام سي كيو اقول لك مثلا خلينا نقول نفرض فلافي فيروس فاميلي بيلونج تو دي ان اي مثلا مثلا اذكر لك دي ان اي انطني اربع عوائل اختار واحده منهم اكيد اذا هاي بيناتهم انت اكيد راح تعرف هذه ار ان اي مثلا او مثلا فور اكزامبل الدنجي فيفر ترانسميتد باي مثلا خلينا نقول باي مثلا عده طرق اكيد انت مثلا تقول الايديز موسكيتو از ذا ميثود اوف ترانسميشن يعني تختار مثلا الايديز موسكيتو هكذا يعني الاسئله ما راح تجينا فشيء يعني غريب او يعني مرعب او 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 يعني او صعب راح تجينا من هاي المحاضره والمحاضرات عن قلكم راح نشيل منها يعني هاي المحاضره تقريبا 30 سلايد يعني راح نشيل منها 5 او 6 سلايدات فرجاء لو واحد يقول والله طويله واخذنا كثير محاضرات لا انت حاول تلخصها يعني احنا تكلمنا شغلات السريعه هي هاي اللي راح تجي منها ك خلينا نقول ك ام سي كيو واضح اكو سؤال واضح وكل كل عائله يعني المسبب ما لا او الموضوع اخذناه يعني اكو عوائل بالانيمال او 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 ما لا او ما سبب الديزبلهم احنا ما تكلمنا عليه مثلا الرابدو فيروس اكو بينه شغلات اخذنا بس الريبيت الفلافي فيروس بينه شغلات اخذنا مثلا اليلو فيفر او اخذنا الدنجي او الجابانيز انسفلايتس بس تعرضنا عليهم كمعلومات بسيطه يعني اوكي اوكي طلاب اكو سؤال بس بعت لي الحضور بالله ما يعني احنا عندنا بورد طلع ساعتين اليوم انا عباي ساعه فصار ساعتين فاخذنا بهم ثلاث محاضرتين المفروض كان ناخذ بالساعتين هم ثلاث محاضرات الحمد لله مجيت ثلاث محاضرات يعني كمختصرات كلها اخذناها بس ابعت لي الحضور حتى انا ابعت لي المحاضره إيه لا مال هاي المحاضره هذيك بعث وصلتني بس مال هاي المحاضره اوكي دكتور السديس اوكي هسه انتم صاعدكم يمكن محاضره واحده اللي هي الريبيز طلعتكم المحاضرتين بس شويه اشيل منها بعض الشغلات وابعث الكميه ان شاء الله هاي المحاضره واللي قبلها اللي هي الكورونا فيروس اوكي ماكو سؤال طلاب لا دكتور عاشت ايدك طلاب البقيه اكو سؤال لا دكتور يعني بس رجاء لا تجمعوهم يعني من تجمعوهم يعني راح نضيع يعني عوائل كثيره اسماء كثيره نيجاتيف سينس وبوزيتيف سينس وار ان اي ولين بعد ما بدينا بالدي ان اي ار ان اي انواع مسببات كلينيكال ساينس صارت كثيره يعني هي هاي الشغلات اللي تجي يعني ما يعني مثلا ما راح اجيب لك اقول لك اذكر لي الفاكسين الفلاني يؤدي الى فلان 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 لا نحن راح نركز على هاي الشغلات اوكي يعني انتم راح تاخذون بالامراض راح تاخذون بالادويه راح تاخذون بالاميونيتي راح تاخذون اكو شغلات راح تركزون عليها لها علاقه بالمواضيع اللي نتكلم عليها اوكي إذا ماكو سؤال شكرا جميعا شكرا لكم جميعا